حاولي تكلمينا تاني. البنت الوحيده اللي كان ضعيف ما قدرتش توصل. خطفت. كان عندك انا كان عندي حاجه عايزه اقولها، هو ليه الراجل المطلق اسرع في الجواز، او ليه تقدر بنت ما اتجوزتش قبل كده توافق عليه والعكس شويه صعب؟ ان ولد ما اتجوزش قبل كده صعب انه اهله او هو يوافق على واحده مطلقه، لان احنا شويه يعني البنات بيبقى عندهم كونسبت او مفهوم انه شويه عارفه زي ما المفهوم بتاع انه الراجل يقدر يتجوز كذا واحده مزروع في دماغ كل بنت. ممكن خدي بالك في فرق بين الفهم والتقبل، هي فاهماه بس ممكن ما تتقبلوش نتيجه الغيره. ان يبقى في اتنين مثلا في نفس الوقت او ثلاثه في نفس الوقت، بس تعالي فكري في حته ان كده كده احنا عارفين ان دينيا حلال ان الراجل تقدر تشاركه كذا واحده، فبيبقى عندها تقبل لفكره انه كان متجوز بس خلاص هي مش موجوده. لكن الراجل ما عندوش فكره اصلا تقبل، هي فكره مش موجوده اصلا، لانه لو الفكره دي راجل مش في دماغ الراجل مش راجل. فكري فيها. بما ان الفكره موجوده خلاص ما احنا تعاملي على الارض الواقع بقى، اذا اقرتي كده دلوقتي. بس على فكره انه ما يقدرش يتجوز واحده دينيا بقى، ده كان زمان وايام الصحابه وكل حاجه، كانت المراه المطلقه بتتجوز على طول. انا قصدي انه فكره ان الراجل انه يحس ايه ده انا اتجوز واحده كان بيعرضه بالخطبه اثناء العده بيجوز. هو شويه يمكن المجتمع بقى بيوصله اللي هو انا ما اتجوزتش. لو اتكلمنا على الدين انا ليه هو إيه؟ لا انا مش قصدي، انا قصدي يمكن الدين بيزرع في عقل البنات شويه فكره اللي هو اتس اوكي انه الراجل ممكن يبقى مع كذا واحده، فلو انت كنت مع حد قبلي مفيش مشكله هسامحك واغفر لك طالما خلاص دي تجربه وعدت. لكن شويه الراجل اللي ما اتجوزش قبل كده بيفكر ازاي انه لا على فكره انا من حقي اخد واحده ما اتجوزتش قبل كده، انا ليه اتجوز واحده كانت مع حد قبلي مثلا؟ دماغه ما بتقدرش تستوعب ده كله. اقرار لواقع احنا عايشينه، وهو ده اللي بيخليني النهارده اقول ان انا متحيز للمراه. اذا انت اقرتي بان المجتمع يرى ان الراجل يقول لنفسه كده، انا ايه اللي يخليني اتجوز اصلا واحده مطلقه؟ طب قصادي كذا بنت. انت لو جيت بصيت لها هتلاقي ان لو انت الواقع بقى كده يا روشان في النهايه، لو الواقع بقى كده تبقى مين المتضرر بعد الطلاق؟ الست في النهايه. انت الكلام ده هي لسه حالا بتقولك من شويه، لو احنا رجاله بمجتمع سوي مجتمع صحابه ومجتمع فيه دين وقيم واخلاق، كان المنظور النظر للمراه المطلقه زي النظر للرجل. هي في النهايه ايه اللي بيختلف عنهم؟ تمام، ممكن يكون اختلاف يا اما فرق سن فرق مستوى مادي، لكن في النهايه دي امراه ودي امراه، مفيش حاجه تميزه. فبما ان احنا في مجتمع اوريدي فيه جزء من الانهيار، فبالتالي بقى نظره المجتمع للمراه المطلقه هي صاحبتي ما تخشش بيتي لانها مطلقه، انها ممكن تاخد جوزي. ولما شغلتش واحده عندي ما شغلتش سكرتيره مطلقه انها تخطفه. ما ينفعش ان انا ايه كميه المعوقات. ففي النهايه الراجل بقى مطلق. المطلق بيحصل له كده. تفتكر الراجل بيقعد قد ايه حزين بعد الطلاق؟ بيقعد حوالي تقريبا 3 ساعات. انا عايز اقول لك ان الراجل اول ما بيخرج من علاقه عامه، يعني اعرف واحد قعد 5 ساعات كان حزين. ده انجاز. قعد 5 ساعات انجاز. اشفقنا عليه وحاولنا نطلعه. في عندنا سيده اخرى ظهرت صوت نسائي، شيماء. اتجوز اول ما يفكر اصلا. شيماء قطعت يا جماعه. ما طب ناخد احمد. ماشي. ايوه يا احمد. الو احمد. الو. مفيش احمد ولا شيماء. بس يا حنان، عقبال ما الراجل يحزن ويفكر ان هو حزن على اللي فاتت دي ولا سابها ولا كده، بيكون اصلا اتجوز اساسا. يعني هو فكر قراره فعلاً إنه قراره ان هو يتجوز تاني بيسبق قراره ان هو يحزن وما يحزنش. هو ليه اتجوز؟ طب هو المفروض يعني يتجوز تاني وبعد كده يحزن على اللي فاتت. والله العظيم والله العظيم انا اعرف رجاله وهم شايلين الضريح، يعني مراته شايله الخشبه بيقعد يدور في الجنازه مين اللي هيتجوزها. مين اللي تنفع؟ مين اللي تنفع يكمل معاها؟ صح كده؟ عارف ليه؟ عشان الراجل هو دلوقتي اتعود على سيستم معين، صح كده؟ السيستم ده فجأة اتلخبط، فجأة باظ، فجأة هو بيدور مش هقول لك على بديل، بس هو الراجل احساسه بذاته بيبقى مع الست، لان هو بيلاقي حد. هقول لك على حاجه، وراجل دلوقتي بينزل كل يوم الشغل ليه؟ عشان عايز يشتغل ويجيب فلوس يصرفها عليها فيحس بذاته. هو هو عارفه عارفه لبنى عبد العزيز في فيلم من حواء. ايوه مظبوط. مظبوط. تطلع عليها مركبات النقص اللي عندك. تطلع عليها عقدك ومركبات النقص اللي عندك. ومن تكوين الراجل الطبيعي اللي هو انا، خدي بالك ارجعي كده للعصر الحجري، هو بينزل يصطاد والست قاعده بتربي العيال عشان يرجع يجيب لها الاكل اللي هياكلوه، عشان هو احساسه بذاته في ان انا ببروفايد فور يو، ان انا بوفر اكل وفلوس في البيت وعلى الترابيزه عشان تبقي انت مبسوطه، اجيب لك الحاجات اللي انت عايزاها. طب ما في رجاله